شو وياكم لقاء بكلمكم لقاء لقاء واحد فيكم انا تشوف ان هذه الطريقه مناسبه تطلع فيها والله هذه الطريقه اللي احنا نعرفها انها هي الصح ما حد فادنا باي شيء ما استفدنا لا من طريقه الحوار ولا غير حوار هذه الطريقه الوحيده شوف ان هاي ديمقراطيه الحين هي هاي الديمقراطيه طالع ايران طالع العراق كل هذه الاشياء اللي قاعد تصير لا ما احنا ما نكسر احنا هذه سلميه هاي اللي طالبنا بها احنا تقول لك دراسات سلميه هذه سلميه هذه دراسات سلميه احنا ما سوينا شيء غير سلميه احنا بس مجرد سكت الشوارع ما عندنا اي تكسير ولا اي شيء ما تشوف ان الحوار افضل طريقه بدل هاي الحوار اصلا انولد فاشل وهو فاشل من الاساس فاشل ليش فاشل؟ فاشل حوار فاشل عارف شنو نتائج الحوار؟ ما في اي نتائج ملموسه وش هي النتائج؟ ما عرفت شنو النتائج اللي وصلوا لها اغلب شعب البحرين خلال الحوار؟ ما وصلوا لاي شيء شعب البحرين كله اتفق على النتائج ما تعرف شنو النتائج؟ ما اتفقوا على اي شيء اتفقوا ان الحوار فاشل ليش فاشل؟ بس من انولد فاشل هو اساسا فاشل لجنة تقصر الحقائق فاشلة وهو هذا الباسيون عميل للحكومة سلمية 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 هذه سلمية أشياء سلمية لقاء واحد وياكم اللي يبي يتكلم يتكلم واحد يقول اللي يبي تعال تكلم لا حد يخاف تعال تكلم عندك مطالب تعال قولها تعال وش تتكلم اللي تبي قوله اللي تبي قوله اللي تبي قوله انتوا من اول شيء انتوا تجيون انتوا ليش خالد قول قول تكلم لا تخاف قول تشوفون اللي قاعد تسوونه الحين احسن من الحوار احسن من الحوار قول كذب حواركم كذب هذه سلميه شوف صور صور الشارع صور الشارع قاعد تكسرون الشارع وتسككون الشوارع احنا ما في مطالب نقول قوله الا في خاطر قوله كل طريقه تتكلم فيها اي ما في طريقه غير هذا يلا اطلع من هنا شلون ديمقراطيه بل عدتوا بسيون على المرتزق بسيون الوحدة بسيون الوحدة شلون كل على المرتزق مرتزق مرتزق ما فيكم ما فيكم مرتزق يلا نمشي لا نمشي اكو جو